منذ 20 عاما وعون فروخ يراجع بشكل مستمر العيادات الصحية بعد إصابته بمرض السكري. حال عوني كحال مئات الآلاف من الفلسطينيين المصابين بذات المرض ويراجعون العيادات الصحية بشكل مستمر. صار لي حوالي 20 سنة بعاني السكري. هلكي الدكتور بقول لي مثلا بعطيني دواء مثلا لمدة 3 أشهر. هلكي بعد 3 أشهر باجي براجع الدكتور بشوف يعني كيف السكري عندي طالع النسبة تبعته أو نازل. إذا بيبقى نازل يعني السكري بعطيني دواء خف شوية، إذا طالع بيعطيني إيش إبر أنسولين. ووفقا لأرقام وزارة الصحة يعد مرض السكري المسبب الرابع للوفيات في الأراضي الفلسطينية بعد أمراض القلب الوعائية والسرطان وأمراض الدماغ الوعائية، حيث يقدر عدد المصابين به بأكثر من 500,000 مصاب بنسبة 12% من مجمل السكان مصابون بهذا المرض، في وقت شهد عام 2015 تسجيل 1400 إصابة جديدة بهذا المرض. عملناها في وزارة الصحة الفلسطينية، يعني عندنا حوالي 12% من المجتمع الفلسطيني مصاب بهذا المرض. عندما نتكلم عن 12% معناه بنتكلم عن حوالي 500 ل 600,000 مواطن فلسطيني، هدول حسب الإحصائيات والتقديرات تاعتنا. طبعا مش شرط انه كليتهم مكتشفين، ممكن يكون بعض الناس غير مكتشف لكن يحمل المرض او عنده المرض. بالتالي مرض السكري هو واحد من الامراض اللي عملنا بتوفى عندنا حوالي 6 الى 7% من الوفيات سنويا بتكون لها علاقه بالسكري ومضاعفاته. يعني حقيقه عندما تحدثت منظمه الصحه العالميه ونتحدث نحن في وزاره الصحه عن الاسباب، نتحدث عن عوامل الخطوره وليس عن اسباب وراء الامراض المزمنه، فلا يوجد سبب للامراض المزمنه واضح نستطيع القول بانه هذا السبب هو وراء ظهور مرض السكري او الضغط او القلب او الشرايين، وانما نتحدث عن عوامل الخطوره. وعندما تم تقسيم عوامل الخطوره تم تقسيمها الى نوعين، عوامل الخطوره يمكن التحكم بها وعوامل الخطوره لا يمكن التحكم بها، مثل العمر، الجنس، العوامل الوراثية، هذه هي عوامل لا يمكن للشخص يتحكم بها. وتتساوى نسبة المرض من كلا الجنسين بالإصابة بمرض السكري في فلسطين، حيث يعاني المصابون به بمضاعفات ناتجة عن عدم السيطرة على المرض لديهم، تتمثل في أمراض القلب وضغط الدم واعتلال الأعصاب الطرفية إضافة إلى الجلطات الدماغية، في حين تعمل 41 عيادة صحية لعلاج المواطنين من هذا المرض في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 476 عيادة للطب العام في الضفة الغربية وقطاع غزة تتابع المرضى وتجري لهم الفحوصات اللازمة. السكري المرض الرابع المسبب لحالات الوفاة في الأراضي الفلسطينية. هذا المرض يحتاج بالدرجة الأولى إلى العلاج كيميائيا في ظل ازدياد الحالات المصابة به في الأراضي الفلسطينية، لكنه يحتاج بكل تأكيد إلى الوقاية التي تعتبر خيرا من قطار علاج. جهاد قاسم، تلفزيون وطن، مدينة رام الله.